الأصايل من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. هكذا الانطلاق شوطنا التاسع المخصص للحول محليات الأصايل هجن الداري والاستغرار بانطلاقاتها وتحدياتها المثيرة. نسير كالعادة إلى المقدمة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. هذه شان من تتقدم على الصدارة، محمد بن عبد الله بن حمد الدرعي يقدم لنا شان على صدارة هذا الشوط. النقلة إلى المركز الثاني، الوصول هنا والتقدم من شعار بو علي راشد بن علي بن نويصر المنصوري هنا يقدم لنا دقاشة على مستوى المركز الثاني ويقدم لنا شعار راعي الزعفران. بينما المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات وفي هذا المسار، وصول هنا من دمعة عماد بن غريب بن سعد علي نيبي اللي احتلت المركز الثالث. النقلة إلى المركز الرابع، وصول وتقدم في هذه اللحظات من الثرية محمد بن علي بن حماد الشامسي يقدم لنا شعار على مستوى المركز الرابع، الشعار الذي قد صال وجال في عالم سباقات الهجن، قد اختطف الرموز من كل حد من وصوب. النقلة إلى المركز الخامس القادمة هنا، الوصول في هذه اللحظات من مساعي أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي، يتقدم الشاعر يتقدم ويقدم لنا هذا الاسم. بينما هنا الوصول على المركز السادس القادمة شواهين عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايدي، والمركز السابع وصلت هناك الظفرة، الظفرة تقدمت، الظفرة حضرت، يقدمها عامر بن سعيد بن عامر العويسي. ولكن أشوف المركز السابع بيان أحمد بن محمد العليلي هنا يتقدم في هذه اللحظات. المركز الثامن قدوم من غازية أخويت بن سعيد بن أخويت العامري، والمركز التاسع هذه اللي قادمة اللي وصلت هنا زعزعة محمد بن سالم بن حامد المزروعي، والمركز العاشر القدوم من الوثبة سهيل بن رملي بن محمد العامري، وهي في ميدان الوثبة عاصمة الميادين عاصمة الملايين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام كما تتابعون هناك هذا الانطلاق والعشر المراكز الأولى بشعارات مختلفة بأسماء مميزة. غد انطلقت من أجل الناموس، غد انطلقت من أجل تحقيق نقطة مميزة هنا في ميدان الوثبة. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى صدارة هذا الشوط. شان هي من تتقدم على الصدارة، محمد بن عبد الله بن حمد الدرعي، حيث قدم لنا شان على بداية هذا الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني القدوم من دقاشة الواصلة في هذه اللحظات، راشد بن علي بن نويصر المنصوري يتقدم ويقدم لنا هذا الشعار، يتقدم ويقدم لنا هنا هذا الاسم الكبير على مستوى المركز الثاني. النقلة إلى المركز الثالث، القدوم في هذه اللحظات من دمعة عماد بن غريب بن سعد آلي نيبي، احتلت المركز الثالث في هذه اللحظات في هذا المسار. الله الله، ياهو دخول، ياهو حضور في هذا المسار. الثرية وصلت، محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم لنا هنا هذا الانطلاق الجميل وهذا الاسم على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس هنا من خلال الشعار القادمة شواهين عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايدي، وصل في هذه اللحظات مقدما لنا شواهين في شوط المحليات الأصايل. وهناك مشكورة محمد بن طماطم بن حمد العفاري أهالي مصانع الجنوب، ولكن غازية وصلت، غازية وتقدمت هنا بهذا التسلل الملحوظ في هذه
اللحظات. خويتم بن سعيد بن خويتم العامري، وهنا الظفرة قادمة في هذا المسار، وهناك الغدوم من عجايب سيب بن علي بن راشد بن كليب. وصل في هذا المسار أهالي المدام يتقدمون في هذا الانطلاق الجميل، يتقدمون في هذا المسار المميز لمن ناموس هذا الشوط، لمن تحديات هذا الشوط، إثارة هذا الشوط، لمن نقطة هذا الشوط. نعود إلى المقدمة هنا، نعود إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول. الله 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 الله, الله. يا هي أسماء، يا هي تحديات، يا هي إثارة وانطلاقات المميزة. دائما هنا الصدارة والمقدمة في هذا الانطلاق، في هذا المسار. شان 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 الدرعي من تتقدم هنا، محمد بن عبد الله بن حمد الدرعي هنا. ركز يا ابو عبد الله، ركز بغدوم شان وحضورها. الكيلو ونصف الكيلو يا اهل المحليات، الكيلو ونصف الكيلو عن خط النهايه. القادمه شواهين، الحاضره شواهين، وصلت شواهين. عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري الذي يقدم لنا شواهين التي تسللت في هذا المسار، عينها على المقدمه، عينها على الصداره مع المركز الاول. الكيلو والميتين، الكيلو والميتين عن خط النهايه. بن حماد يتقدم هنا، ولكن اشوف الواصل والمتقدم في هذه اللحظات هنا، في هذه اللحظات اخويتم بن سعيد اخويتم العامري يقدم لنا غازيه، قدم لنا غازيه في هذا المسار. وهناك دقاشه راشد بن علي بن ويسر المنصور. يا سلام، البدايه والمقدمه مع الصداره الاولى، مع المركز الاول في هذا المسار، والتحديات الجميله والانطلاقات المميزه. الله 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 الله, الله على هذا العرض، على هذا العرض. شواهين شواهين على الصدارة الأولى، هذه شواهين. عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري يقدم لنا شواهين في هذا الانطلاق، في هذا المسار. ما بين شواهين، ما بين شان، شواهين وشان، شان وشواهين في موقع واحد مع الأمتار الأخيرة، الخمسمية متر الأخيرة وجولة الأوامر النهائية هنا. شواهين 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 الانتصارات، شواهين الناموس. ولكن شان شان محمد بن عبد الله بن حمد الدرعي هنا يقدم لنا هذا الشان الكبير والمميز هنا في ميدان الوهبة في عاصمة الميادين. تهانينا تهانينا والناموس للسيد محمد بن عبد الله بن حمد الدرعي هنا على هذا الفوز، فوز شان هنا واختطافها بناموس هذا الشوط في شوطنا التاسع للمحليات الأصائل. هذه شان تبشر جمهورها محبينها بأنها هناك أيضا صاحبة النقطة في هذا الشوط. المركز الثاني شواهين عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري، المركز الثالث بيان أحمد بن محمد العليلي، والمركز الرابع هناك أيضا دقاشة راشد بن علي بن يوسف المنصوري، والمركز الخامس المركز الخامس وصول وتقدم من غازية خويتم بن سعيد وخويتم العامري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس محمد بن عبد الله بن حمد الدرعي صاحب شان لحظات الوصول، لحظات الإعادة هنا أيضا عبر قناة تياس. توقيتنا الزمني 9:25 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الحضور من شواهين عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري التي حضرت على المركز الثاني بالتوقيت. هنا أيضا أعزائي المشاهدين كما أذكر بالتوقيت الأفضل، تهانينا والناموس للسيد محمد بن عبد الله بن حمد الدرعي. هناك أعزائي المشاهدين هي من سجلت التوقيت الأفضل شان وحضورها في هذا أيضا الشوط بالتوقيت زمني مقداره 9:25 أربع أجزاء من الثانية. هكذا التوقيت الأفضل. المركز الثاني هناك أيضا 9:27 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية، كان من نصيب شواهين عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري. والمركز الثالث توقيتها الزمني كما تلاحظون هنا عبر قناة ياس 9:28 ست أجزاء من الثانية، كان من نصيب بيان ما يبناه الأطاري إلا مع اللحظات الأخيرة أحمد بن محمد العليلي. فتهانينا والنمو.
بسم الله الرحمن الرحيم.